السيد رئيس المجلس الجهوي للعدول بسطات، السيد رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بسطات، السيد رئيس المجلس الجهوي للموثقين بسطات، السيد رئيس المجلس البلدي بن احمد، السادة رؤساء المصالح الإقليمية والمحلية، أيها الحضور الكريم، كل باسمه وصدقه. استهلالا لا أوفي سعادتي وفخري بأن حظيت بالتقاء المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، دام له النصر والتمكين بالموافقة على تعييني كوكيل للملك لدى المحكمة الابتدائية بن احمد باقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية في دورته الأخيرة لشهر أكتوبر 2019. مسرور ومرتبط بأن أكون من بين المسؤولين الأوائل المعينين في ظل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعد التنزيل. تعيين له رمزيته، والمواطن أحوج فيه اليوم إلى قضاء منصف وفعال وإلى إدارة ناجحة تكون في خدمتي وخدمة الصالح العام وتحفز على الاستثمار وتدفع بالتنمية. تعيين يجد راهنيته في الدور الجديد للمسؤول القضائي بانتهاء ذلك الدور التقليدي في إدارة المرفق داخل جدران مكتبه في عدة مفاتيح. راهنية تقتضي من المسؤول القضائي أن يحسن الإنصات والإصرار بعيدا عن الصد والإقصاء، مسؤول يستشعر فيه الآخر الأمن والإطمئنان والثقة بعيدا عن الأحكام المسبقة نصره الله عليها. أنا فخور به جدا بكون عندهم من بين أول المسؤولين القضائيين اللي يعينون في السلطة القضائية المصرية. وكما ذكرت في التسيبي التي أكدت فيها أن عزمي قيم مهني وكل أمان شخص وتفاني وأعمل منها في مصلحة العدالة جعل القضاء في خدمة المواطن، وذلك عن طريق فتح تبسيط المصادر، فتح أبواب حسن استقبال عن طريق فتح أبواب في وجه المتقاضين ونظر تظلماتهم وشكاياتهم بكل تجارب روحية وكل جدية، وأنني من يدعى الناس تتشعر على محقها الخارجي ستتعقد الاجتماعات مع سدى المحامين وسعيد القضاء ومع مكتب المصالح التي على قسم القضاء لتدارس الإشكاليات العالقة وإيجاد الحلول فيها. شكرا.